سمور. هيك طيب ولا شرير؟ والله أنا طيب مع الطيب وحقاني مع اللي يتجاوز حقوقي. لا بس هل ممكن تكون شرير؟ لا شرير معناه أنك تلحق الأذى بالناس، وأنا ما أحبش ألحق الأذى بالناس، لكن أحب أخذ حقي. لما حد يأذيني أحب أخذ حقي، مش بمنطق البلطجة ولا بمنطق التآمر، وجه لوجه. تعريفك للطيبة إيه؟ أن تكون حسن النية، أن تكون متسامحا مع من يستحق التسامح، أن يكون قلبك مع الناس، أن يبقى عندك أحاسيس ومشاعر. بمعنى مش ممكن تشوف حد في أزمة ومشكلة وتبقى قاسي عليه، مش ممكن تحس أن واحد ارتكب خطأ لظروف خارجة عن إرادته وأنت تظهر وجهك الشرير في مواجهته. تقدر للناس أشياءها وظروفها وبيئتها، تتعامل مع الناس بروح من السمو والتسامح، لكن الشرير لازم تعامله بالحق وجه لوجه.